السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالرضا والعافية يا رب العالمين. اليوم جايتكم في موضوع شوية شائك، بس لأنه مهم وحاسة أنه عامل مشاكل كثيرة في بيوتنا حبيت أن أتطرق له. البارحة شفت فيديو شخص يتكلم بكل شدة أنه لو عاد بي الزمان ما أتزوج امرأة دخلها أكبر من دخلي. فأنا كان عندي فضول جدا كبير إنه أعرف ليش الشخص هذا قال هذا الاستنتاج، وكيف استنتجه، وإيش اللي خلاه يصير يعني معتقد بهذا الاعتقاد وكذا. فكنت أسأل وكانت تجيني أجوبة، بس ولا واحدة من الأجوبة يعني أقنعتني صراحة أو حسيتها منطقية. فقلت أوكي خلاص خلينا نناقش هذه الفكرة، وأنا أحب صراحة أسمع منكم زي ما قلت. فإذا عندكم أي رأي يعني حتى لو مخالف لرأيي والله أكون سعيدة جدا أن أسمعه، هو من باب الإثراء الفكري إن شاء الله. طيب، الأجوبة كانت كالتالي. الجواب الأول كان أنه كبرياء الرجل. هذه الكلمة أسمعها كثير، كبرياء المرأة، كبرياء الرجل، كبرياء الأنثى. إيش هو الكبرياء هذا؟ يعني إحنا في ديننا كمسلمين في حديث قدسي يقول، قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. أي واحد يتكبر على الناس ويحس نفسه أنه أحسن من الناس، ويعني وكمان في صفة ثانية للكبر اللي هو أنه ما يقبل الحق، ترى هذه من صفات المتكبر. طيب، وفي حديث ثاني يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة كبر. سبحان الله، حتى هذه ما تقبل. فشوفوا كيف الأمر، يعني فهذا المعنى مرفوض. أوكي، فإذا كان عندك فكرة هذه زي كذا أنه لازم الرجل يكون عنده كبرياء وما أدري إيش وكذا، انسى الفكرة هذه لأنها أصلاً مش صحيحة. أنت صحيح مسؤول عن البيت، لكن ما يجعلك تشوف الناس بأقل منك أو تحترقهم أو أنك تكون أعلى منهم أو تعاملهم بدونية. طيب، اللي بعدها كرامة الرجل. هذه كرامة الرجل مش عارفة إيش مس الكرامة في الموضوع. يعني كرامتك محفوظة طالما المرأة صالحة وقاعدة تشتغل يعني بشكل يعني جيد وكذا، ومراعية حقوق الله عز وجل في شغلها وبيتها وكذا، إيش دخل كرامتك في الموضوع؟ عارف، هي تحسس من غير منطق صراحة. يعني لا، ما العلاقة، كرامتك محفوظة على العين والرأس. أوكي، ودليل على هذا الشيء إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان متزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها، كانت أغنى منه وكان عندها نفوذ أصلا وسلطة ما شاء الله تبارك الله في المنطقة اللي هي فيها. يعني أيضا مش إنه بس هي عندها فلوس، لا، عندها كمان سلطة ونفوذ في المكان اللي هي فيه، وكان يعني رأيها يسمع في قريش. تمام، ومع ذلك هذا ما أثر على حياتهم أبدا. هل هذا أثر على كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كان متحسس منها؟ بالعكس، جاء جبريل بنفسه ويبشر السيدة خديجة إنه لها في الجنة بيت لا نصب فيه ولا وصب. ليش؟ لأنها مدت الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعم النفسي والدعم المالي وكل حاجة. طب وين، هل أثرت على كرامة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. فهذا أيضا تحليل مرفوض. نيجي اللي بعده، قوامته حتتأثر. إيش دخل قوامته في الموضوع؟ خلينا نقول نرجع للشرع، إيش هو إيش هي القوامة؟ حنتكلم في القوامة يمكن في فيديو ثاني، لكن إيش هي القوامة؟ القوامة هي إنه الرجل يقوم على ما يصلح شؤون المرأة. أوكي، ينفق عليها، يرشدها، يوجهها، هذه كلها هو القائد للأسرة. أوكي، وهذا مما لأنه يتميز الرجل بالاتزان العاطفي يفترض أكثر من المرأة، بس مش كل الرجال كذا، لكن يفترض أن يكون عنده اتزان عاطفي أكثر وأكبر فمن المرأة، فلذلك هو يعني أحرى أن يكون هو القائد. أوكي، طيب هذه إيش حيأثر دخلها الزيادة هذا إذا كان هو قائم بالقوامة؟ أوكي، وإذا النفقة اللي قاعد أتكلم عنها، مثلا النفقة قصدك، مثلا النفقة هي ترى الواجبة إنه الإنسان ينفق على زوجته بالمعروف، بمعنى يصرف بالأول شيء باللي يقدر عليه واللي متعارف عليه في مجتمعه. أوكي، وينفق عليها الأساسيات اللي هي إيش؟ السكن والمطعم والكسوة والمشرب والملبس، وبعضهم يرون أيضا العلاج فيها يعني مثلا من ضمن الأشياء هذه. فهذه هي النفقة الواجبة. أما ما يزيد عن هذه من كماليات زي مثلا جوال، كمبيوتر، حلوى، سفر، مش عارف إيش، هذه كل أشياء هي من باب الفضل، فضل الرجل عن المرأة. فإذا أنت قادر أنك توفي لها
احتياجاتها الأساسية، فأنت في السليم يعني، أنت تمام قاعد تقوم بواجبك حلو، فما تأثرت يعني قوامتك يعني، اطمئن. فواحد أيضا قال إنه ما يحب إن الرجل يكون عال عليها. طب أنت ليش حتكون عال عليها أصلا؟ أنت ممكن تخلي يعني الإنفاق الأساسيات كلها في البيت عليك أنت. هي تبغى تشتري كماليات عندها إمكانية مثلا زيادة، عادي ما في مشكلة، خليها تشتري من فلوسها الزايدة، بالعكس افرح لها يا أخي. يعني ما فيها المفروض إنه ما يأثر عليك يعني، على كيف أنا اللي علي اللي أقدر عليه هو هذا، وهذا رزق الله عز وجل، والله عز وجل يوزع الأرزاق على حسب الناس سبحان الله. وحتى لو مثلا قلنا إنه أوكي الرجل هذا ترى رفض المرأة في البداية لأن دخلها أعلى من دخله، بس بما إنه المرأة دخلت سوق العمل، احتمالية إن يوم من الأيام يرتفع دخلها عليك وارد، فأنت من باب أولى تتصالح مع الفكرة هذه من الآن. اقعد كذا قلبها في راسك تقليب، واسمع كذا الفيديو حقي للأخير عشان تتصالح مع الفكرة. أوكي، هذا زمن أجدادنا وأبائنا اللي كانوا زمان الأب هو اللي يصرف كل حاجة، ولا يعني ما صار موجود الحين يعني، عارف كيف؟ فالآن حنفكر كيف حنتعايش الآن بهذه الطريقة. أنا مش ترى يعني مع المرأة عمل المرأة ولا لا، طبعا المرأة عملها ولا مش عملها يرجع للعائلة نفسه، أنا ما أقول كذا ولا كذا، بس أنا قاعد أقول إذا وافقت أنت على عملها احتمال أنه دخلها يزيد فجأة يوم من الأيام وارد جدا. فقبل ما يصير هذا الشيء ناقش مع نفسك وأوصل لتصالح مع الفكرة. هذه نصيحتي. الشيء الثاني اللي برضو يقول ينشعر بالانكسار، وبرضو زيها اللي يقول لك يشعر بالعجز. هذا الشعور بالكسر أو العجز هذه مشاعر، المشاعر تنجم عن فكرة معتقد الإنسان ويعتقده عن نفسه. فأنت راجع المعتقد اللي وراء الشعور هذا، ليش أنا حاسس بالعجز؟ إذا أنا مثلا الحمد لله أشتغل، ماني قاعد في البيت، ولاني كسلان، ولاني طماع، ولاني قاعدة مد يدي لها ولا أي حاجة، أنا قائم بواجباتي، هذا جهة رزق من الله، الله يبارك لها فيه. أوكي، طالما أن هي قاعدة تقوم بواجباتي وواجبات عيالنا وكل حاجة تمام، فليش أنا أزعل؟ عرفت كيف؟ هذه الفكرة أيضا برضو الكسر والهذا، شوف أنت ناقش الفكرة اللي قبلها، في فكرة في راسك يمكن أنت عندك معتقد أن الرجل هو اللي لازم يوفر كل شيء لعياله، بس الله قاعد يقول لك لا، فعلى المويسر قدره وعلى المقدر قدره، صح؟ على يعني بمعنى أنه اللي عنده قدرة يقدر يسوي على قد ما يقدر، واللي ما يقدر ما يقدر. ربي ما قال لك لازم تسوي له كل شيء، لا ما حد قال لك كذا، فأنت ليش تكلف نفسك بشيء أعلى من طاقتك بدك تعود تشعر بالعجز؟ الفكرة عندك، لا ربي قال اللي عنده فلوس يعني يوسع على أهله، اللي ما عنده على قد إمكانيته يمشي، فربك ما حملك هذا الحمل، أنت قاعد تحمله لنفسك عشان كذا قاعد تحس بالعجز، فناقش الفكرة. طيب اللي بعدها، واحد قال لي هذا شعور طبيعي جدا في الرجل الشرقي الغيور. يا أخي إيش دخل الغيرة في الموضوع؟ يعني ما الأم داعي الموضوع ترى، ما العلاقة يعني غيور على إيش؟ يعني إيش صار معها هي؟ يعني ما سوت شيء يعني مثلا، يعني قد تكون طبيبة ما شاء الله تبارك الله، طبيبة نساء وقاعد تعالج النساء وتكفيهم شر الذهاب إلى الرجل، طبيب رجل بالعكس قاعد تكسب أجر يمكن في هذول النساء، صح ولا لا؟ وانت نفسك لو طلبت تبغى زوجتك تكون يعني مع طبيب امرأة، ما تبغى مع طبيب رجل، صح ولا لا؟ فيمكن بالعكس يعني اسم هذا مرتبتها قاعد تخدم المجتمع بشكل جميل جدا، فانت تكون مفروض فخور فيها. طيب اللي بعدها يقول اذا ارادت ان تشتري شيء ثمين وانا ما قدرت اجيب لها اياه حيكون صعب. برضو نرجع نفس الفكرة، لا ما ربي ما كلفك فيه أصلا، فلا تكلف نفسك فيه وفتحس في بالقلق والعجز والأشياء هذه كلها. أعتقد والله أعلم أنه هذه كلها مشاعر الرجل يعني يشعر فيها لأنها عنده مخاوف. أوكي، هو وسمعت هذه من بعض التعليقات أيضا، يقول لك أنه مثلا أخاف تشوف نفسها عليا. طيب هي شافت نفسها؟ لا لسه. طيب أخاف في المستقبل أن ترى نفسها علي، يعني هذه ترى تخوف شيطاني هذا،
ايش دخلك انت؟ اذا هي ما شاء الله عليها الانسانه متقيه الله وتعاملك كويس كل حاجه، لا تجيب انت مخاوف يعني تعتمد عليها وتحس انها تتعامل معها لانها حقيقه، انه اكيد تقطر. مو اكيد، خديجه كان عندها فلوس، ما كانت هذا، ما كان عندها اي غرور. والله اعرف عائله ما شاء الله تبارك الله عليهم، يعني المراه طبيبه ورجل يعني مهندس يعني، بس طبعا دخلها هي اعلى بكثير. قال لي والله حسابنا واحد، ولا عمره تسالني يعني وين وديت الفلوس، وين جبتها ولا شيء، عادي خلاص اللي يصرف يصرف من هذه الفلوس اللي في البنك، وعايشين ما شاء الله عمر كبير مع بعض، ولا صار لهم اي مشاكل اللهم لك الحمد. وهي يعني من الناس اللي يمكن انا يعني ايش اقول لكم، يعني احسبه على خير، يعني خيره 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 بشكل مش طبيعي والله. فيها ما شاء الله يعني اسلوب راقي وكذا، يعني ما شاء الله تبارك الله، ونعم المرأة صراحة. لما أنا أشوف امرأة زي كذا، وأشوف إنه مثلا يعني في رجل يقول لا إنه أخاف إنه مثلا امرأة تكون يعني تشوف نفسها عليها، لا يا حبيبي بالعكس، هذه إنسان أشوفها والله أعرفها، يعني أنا أعرفها شخصيا هذه المرأة، وما شاء الله عليها من أطيب الناس وأرق الناس، ويعني أكثرهم تواضعا ما شاء الله تبارك الله. حتى يقول لك يعني هو نفسه يقول الرجل هذا، يقول والله العظيم إنه أهلي مثلا أو قرايبي أحيانا يحتاجون فلوس وكذا، وأطلع من حسابنا وأعطيهم، ولا تسألني ليش عطيتهم ليش كذا، أبد أبدا ما تناقشوا فيها. خلاص هي شايفة أن الفلوس هذه يعني عادي، يعني هي وسيلة ليست غاية، فهي مش شايفة هذا الموضوع بهذه الطريقة. أيضا من المخاوف اللي بتحس يحسها الرجل، أنه مثلا أنها إذا كثرت فلوسها ما راح تحترمني، وفي احتمال أنها ما راح تحترمك يمكن صح، لكن هذا الاحتمال ما حصل، فأنت لا تقعد تعتمد على مخاوف ما حصلت أصلا في الحقيقة. لما تحصل لكل حادث حديث، اوكي، فلا تستبق الشر قبل وقوعه. واحد كمان يقول انه اخاف انها تستغني عني. هي راح تستغني عنك اذا انت بدات تدخل في هذه المشاعر السلبيه، وتبدا تعمل نفسك تحاول تقمعها، وحاول يعني عارف تقلل من قدرها، هنا يمكن تتركك الله اعلم صح يمكن، بس يعني اذا انت قاعد تعاملها برفق وطيبه واحتواء وتفهم وكذا وتقدير، وما تغير عليها ابدا من ما زاد دخلها هذه، فاعتقد انها ما راح تتغير عليك هي كمان. بالعكس الان في هذا الزمان الرجل لازم يفكر بطريقه مختلفه شويه. زمان فعلا النساء كان اعتمادهم الكلي على الرجل في المال صح، فهي نوعا ما منكسره يعني ما عندها طرق أخرى. الآن المرأة لا عندها طرق أخرى، فالآن أنت بدل ما تخاف من هذا الشعور، لا أنت أعطيها الأشياء الثانية اللي هو الدعم النفسي والعاطفي والأمان في العلاقة، حسسها دايما أنها هي الغالية، وأنها مش يعني هي مش خطة يعني بديلة. كل هذه الأشياء حتخليها أكيد تتمسك فيك، لأنها حاسة معك بالأمان، وليش حتى تطلب شخص ثاني؟ لكن لا تخلي مشاعرك هذه السلبية كلها تقوم تخليها دائما يعني تحس والله أنا ليش قاعدة هنا، ليش صابرة أصلا على المر هذا، عندي فلوسي وأقدر أفلسع يعني. فأنت لا ممكن تضطرها أنت بهذا التصرف أو هذا الاستغناء بتعاملك السيء، أوكي، اللي ينبنى على مشاعر ومخاوف ليست حقيقية. طبعا اي امراه نصيحتي لها اذا مثلا زاد دخلها عن دخل زوجها، هي ايضا تراعي الله فيه يعني، وتعامله بطيب واحترام وتقدير، وما تتغير عليه، لانه ايضا تراعي شعوره انه مثلا يخاف، والخوف هذا والتدخل الشيطان في هذا الامر وكذا، تحاول ان هي ايضا تتفهم هذا الشيء، وتحاول انها تعامله برقي وكذا، لكن في نفس الوقت كمان مو لازم يعني تنكسر هي مره واحده عشان انت تحس براحه نفسيه يعني يا سيد، لا عادي يعني خليها تتعامل معك بشكل عادي لكن باحترام وتقدير زي ما قلت، وما تتغير أيضا. هذه بعض النقاط اللي خطرت في بالي، وبعض النقاشات اللي ناقشت فيها الأجوبة اللي جتني. إذا عندكم أي شيء ثاني ما خطر على بالي برضو زيدوه وضيفوه إن شاء الله، بالعكس أنا أستمتع جدا بتلقي آرائكم. السلام عليكم.